السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء المهمة في الـ EV وهو الـ Volume BSDF. موجود الـ Volume في Cycles، ولكن من أنه في الـ EV أسرع بمراحل من الـ Cycles. أنا نشوف أن في كيوب، وهذا الكيوب Scale ولكن 3 times، وبعد كده في Any Light ولكن في Light هكذا. طبعا موجود في كاميرا، هنختار الكوب، وهنذكر ان هو الماتيريال برينسيبلد فوليوم. التحكم في الفوليوم، خلينا احنا طبعا نروح للريندرد فيو. احنا طبعا في الاي في اللايت، هنحاول نزود اللايت وليكن 2000. هو في خطأ ممكن نقع فيه، في سيرفس وفي فوليوم. كل ماتيريال ليها سيرفس وليها فوليوم، فاحنا السيرفس مش هيكون في اي ماتيريال، لكن في الفوليوم هيكون في برينسيبل فوليوم. في الكثافة طبعا هنحاول نقلل الكثافة، زي ما احنا شايفين، او نزود الكثافة. كثافة الهواء تقريبا، هنبحث عن كثافة الهواء، بس ممكن تقريبا 0.3. كثافة الهواء 1.2 كيلو جرام لكل متر مكعب، او في بالامبريال 0.07 باوند على الفيت. وتقريبا احنا شغالين بالكيلو جرام، والمتر على حسب اليونت دي كده. لو الاير الدنسيتي في دي في الانيزوتروبي والكالر، الكالر خلينا وليكن بهذا الشكل، وليكن مست. طبعا الاهم في الفوليومتريك هنا التايل سايز، كل ما يكون اقل كل ما يكون في دقة في الحواف. الحواف ما تكونش سميكة كده، يكون في الحواف تكون سميكة. السامبلز كل ما يكون اعلى طبعا يكون جودة هيكون الجودة أعلى، هنشوفين. فنخليها وليكن 150، طبعا هيرندر في وقت أقل. الفوليومتريك شادوز هنا هيكون في شادو على الفوليومتريك الآخر، لكن لا ينبعث منه أي شادو أو أي ظل على السيرفس. احنا لو شفنا الرندر فيو وقد كده التست ريندر، بعد ما قللنا الكثافة ريندر في 12، ونشوف ده كده بعد ما قللنا الكثافة. وده كان درس اليوم عن الفوليوم في الاي في.